جبريل مراسل الغد للوقوف على الجديد. محي تفضل. نعم حسين، الآن نسمع بكثافة تحليق للطيران الحربي التابع للجيش السوداني في أجواء في أجواء مدينة الخرطوم، وهنالك بالفعل غارات تم شنها بواسطة هذه الطائرات في عدة مواقع. نحن نستمع إلى أصوات القصف في مواقع مختلفة. للمرة الأولى يمكن قبل قليل بدأ إطلاق نار كثيف في منطقة كرري العسكرية شمال أم درمان، ومنطقة كرري تشمل الكلية الحربية ومؤسسات عسكرية كبيرة. أيضا قبل قليل أو قبل نصف ساعة تقريبا بدأ عمليات إطلاق نار مكثفة جنوب حي الصالحة جنوب أم درمان، وهذه المنطقة طبعا فيها معسكرات تابعة للدعم السريع ومعسكرات تابعة للجيش. هي منطقة تسمى منطقة فتاشة العسكرية، وهي واحدة من أقدم المراكز التدريب التابعة للجيش السوداني. الآن يمكن أن نقول الخلفية الصوتية للخرطوم في هذه الأثناء التي أتحدث إليك فيها هي أصوات لطائرات حربية، أصوات مدافع، أصوات أسلحة بأنواعها المختلفة هي نستمع إليها يعني من كافة الاتجاهات في الخرطوم. ألسنة اللهب والنيران لا تزال تتصاعد بكثافة وبقوة من مواقع شمال مطار الخرطوم الدولي. نعم الآن أنا أستمع إلى تحليق مكثف للطيران الحربي. طبعا الطيران الحربي في مطار الخرطوم لا يمكن أن يقلع هذه الطائرات، ربما تكون أقلعت من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان، باعتبار أن مطار الخرطوم يعني بسبب العمليات العسكرية التي حوله ربما يصعب استخدام المطار حاليا في هذه الأثناء. كما تشاهد الآن في الفيديو مباشر عبرت واحدة من طائرات الميج أعلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة قبل قليل، واتجهت في اتجاه الخرطوم بحري. طائرة ميج عبرت قبل قليل هذه المنطقة في اتجاه الخرطوم بحري التي شهدت اشتباكات في منطقة سلاح المظلات على الجانب الغربي من مدينة الخرطوم بحري بالقرب من جسر شنبات الذي يربط مدينة الخرطوم بحري بأم درمان. نعم الآن يعني أصوات قصف مكثف وأصوات أسلحة ثقيلة ربما يصعب تحديد يعني نوعها أو اتجاهها، ولكنها أصوات تهتز لها المباني التي نوجد نحن. وهذه طائرة أخرى أيضا محي نتابعها. نعم هذه طائرة الآن تقلع. هذه الطائرة تحلق في منطقة وسط الخرطوم، توجد فيها يعني هذه الطائرة حلقت في مكان ربما نحن نبعد عنه الآن بمسافة 2 كيلومتر فقط تقريبا مكان هذا التحليق. نعم. لكن لم نستمع إلى عملية قصف. هذا الاتجاه الذي تحركت فيه الطائرة هو اتجاه رئاسة قوات الدعم السريع. شاهدنا فيديوهات قبل قليل لألسنة لهب تتصاعد من الطوابق العليا لبرج إدارة قوات الدعم السريع، وهو برج على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر القيادة العامة، ربما ويسهل قصفه حتى بالأسلحة من داخل من أعلى أسطح المباني الخاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة. يعني الآن نستمع إلى أصوات الطائرات الحربية في أماكن أو في اتجاهات مختلفة من الخرطوم، يصاحب ذلك هزات ارتدادية، يعني يمكن أن نقول يعني هزات متتالية حتى المباني اللي نحن فيها الآن بسبب القصف المتعدد في اتجاهات مختلفة. شاهدنا قبل قليل للمرة الأولى دبابات تعيد انتشارها في شوارع رئيسة في الخرطوم بينما يهرع. وصلنا الآن برضو مكتوب من الإعلام العسكري وصل قبل دقيقة من الآن يقول ما يتم تداوله عن أن قوات الدعم السريع المتمردة سيطرة على مطار مروي هو محض إشاعة ونوع من الحرب النفسية. المكتوب يقول إن الفيديو المتداول لجنود الدعم السريع أمام مقاتلات روسية كان أثناء مشاركتها واستزادها في ليبيا،
يمضي البيان قواتكم المسلحة الأبية فارض سيطرتها وهيمنتها على كل القواعد والمطارات وما زالت تدافع وتؤدي واجبها الدستوري والوطني. هذا هو مكتوب وصلنا الآن من الإدارة الإعلام العسكري في الخرطوم. الآن الحرب هي حرب بمعلومات. طيب وهذه أيضا محي نعم هذا أيضا البيان الصادر عن القوات المسلحة السودانية هو يتنافى تماما مع البيان الذي صدر قبل قليل عن قوات الدعم السريع الذي قالت فيه إنها تسيطر على قاعدة مروي. هنا جاء بيان الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة السودانية يقول إن سيطرة قوات الدعم السريع على مطار مروي هو حرب شائعات. محي أكمل تفضل. نحن الآن يمكن أن نقول في حرب يعني حرب معلومات بين الأطراف. يعني التحليق مكثف يزداد دقيقة بعد دقيقة في الخرطوم. يعني وصلتنا الآن صور طائرات مدنية محترقة، طائرات مدنية تحترق في مطار الخرطوم، ليست الطائرات المعطلة أو الطائرات القديمة. وصلنا الآن فيديوهات لطائرات، أيضا هنالك حريق شبه في مبنى قيادة برج قيادة الدعم السريع في الطوابق العليا. لا زالت المشاهد والصور التي تريدنا على الأقل حتى الآن لا تحكي شيئا سوى إطلاق النار المكثف. الله ويعني حتى الإيران يمكن تطلق بالقرب منا الآن على مسافة قريبة. نستمع إلى أصوات المدافع على الشاشة في كل مكان في الخرطوم الآن من كل الاتجاهات. نستمع إلى أصوات الأسلحة الثقيلة والصغيرة من اتجاهات مختلفة، كما أن هنالك شظايا ورصاص يتساقط في المساكن والمباني، الأمر الذي أدى إلى تأثر عدد من المباني حسب الذي نتداول الآن. وصلنا بيان من حزب الأمة وهذا هو أول بيان لحزب، كان في بيان للقوى الموقعة على الاتفاق الإطار قبل قليل، ولكن الآن وصلنا بيان من حزب الأمة القومي بزعامة الراحل الصادق المهدي. البيان يقول إلى قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سورة الأنفال. يناشد حزب الأمة القومي قيادة الجيش السوداني وقيادة الدعم السريع أولا بالوقوف الفوري لإطلاق النار في كل مواقع الاشتباك، اثنين عودة القوات إلى مواقعها السابقة قبل الاشتباكات، ثلاثة تكوين لجنة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ثلاثة زي ثلاثة وشخصيات قومية. اقترحوا تكوين لجنة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وشخصيات قومية. خمسة الاتفاق حول التهدئة ومنع انفلات الأوضاع الأمنية، وناشد الشعب السوداني حسب البيان بتأمين الوحدة الوطنية ومناشد الدول الشقيقة والصديقة منع أي أشكال من أشكال التدخل الأجنبي. نسأل المولى العلي القدير أن يجنب البلاد شر الفتن. ويمضي باقي البيان في الدعاء بأن يجعل الله الشعب السوداني في نعمة أمن والأمان. وزارة الصحة السودانية أيضا أصدرت نداء لطواقمها بالتوجه إلى المستشفيات، يعني تصريح صحفي مكتظم طلبت فيه وزارة الصحة بتوجيه طواقمها بالتوجه للمستشفيات والمراكز الصحية، وهو ذات النداء الذي وجهته لجنة أطباء السودان المركزية وتجمع المهنيين. هنالك الآن في نداءات من التنظيمات المدنية للكوادر الطبية. نعم ابقى معنا محي نتابع هذه الصور الحية والمباشرة من محيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية حيث ارتفعت وتيرة الاستهدافات في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وهي استهدافات ترتب
عليها هذه الأعمدة المتصاعدة من الدخان التي نشاهدها بالفعل في هذه اللحظات في محيط القيادة العامة للجيش السوداني.